كهربا، وما تسيبنيش. طمنا النهارده الكلام، الغرامه والقصه، وانا سالتك في السؤال ده من كام يوم، هل الامور في طريقه للحل ان شاء الله؟ اه والله يا كابتن، والله انا كنت نايم ساعتها لقيت الدنيا مقلوبه، بقول لهم في ايه؟ قال لك ما تنامش يا كهربا، بلاش تنام. والله يا كابتن، والله يا كابتن، الراجل اللي انت عنده النوم ده بيحب النوم بينام يا كابتن بطريقه غريبه. والله اساله اه بينما كابتن اللي عنده استعداد ممكن ينام يومين ورا بعض. لا بتهزر. والله يا ابني يا ابني افضل اصحي فيه ما فيش، لما بنقعد في معسكر لا ما بنقعدش مع بعض. قعدنا مع بعض اول 6 شهور يا كاكا. اول ست شهور قعدنا آه. مع بعض وبعد كده بقى ايه ما عرفناش نظبط الدنيا مع بعض خالص. كان هو مع حسين كان انا دلوقتي مع حسين. مع حسين خلاص، ما عرفنا كل الاسرار في اللقاء اللي فات. بس طمنا على الغرامه. والله كله تمام يا كابتن، ما يعني انا فوجئت اصلا بموضوع المحضر ده الافتتاح، وقفت نعم. شويه وكله خير يعني كابتن، ما تقلقش والله يعني نطمن الناس ان شاء الله ان الامور لا كله خير وكل الامور للحل. بس انا مستغرب ان هم رفعوا الشيك يعني. معلش لا شتوت انا في ظهره. شوف اطلع بس من الحلقه كده، شوف كابتن الشبير معاه كام. والله العظيم عينينا ليك يا كهرباء، حياة ربنا. والله عينينا ليك، انت واد جدع وجميل وابن بلد ولذيذ. عايز تقول ايه الكهرباء يا ايمان؟ لا طبعا ما مشكورك من هنا اللي فين، طبعا مش هديك حقك، اتمنى لك كل التوفيق طبعا الفتره الجايه، وربنا يكرمك ان شاء الله في حياتك بره الملعب وجوه الملعب. ان شاء الله تشوف لنا عروسه بقى، عشان خلاص انا يوم الاثنين ده مش راضي يجي، مش عارف ليه. كل اسبوع يوم الاثنين يا كابتن، كل اسبوع يوم الاثنين اروح اجيب البدله واسيبها. اثنين هيخطب يعني؟ الاثنين هتجوز، هتجوز الاثنين الجاي. يوم الاثنين، بقاله 3 سنين بيقول كده بالظبط يا كابتن. الفرقه كلها كانت تروح تشتري بدل بجد يوم الاحد. يعني بيقول لكم انا هتجوز؟ بيقول لنا والله يا كابتن، بيعزمكم. والله بتهزر، بتتكلم يوم الاثنين في الحته الفلانيه كمان والمكان كمان. والله يا كابتن نيجي لحد يا كهربا فين؟ كهربا لا يا جماعه انا اجلت. طب الاثنين هيجي امتى يا كهربا؟ خليها التلات يا عم، خليها الحد يا عم كهربا.